طيب يلا انا داير افتح فرصه للاسئله الجبال. كلام البرعي جيبه وينه؟ الكتاب بتاع البرعي وينه؟ 157. قال والامر امركم، ده نمره واحد. قال اذا شئتم شاليله، انا دايركم الان تخشوا لي تدوني الدليل، بعد ذاك احنا نرجع لبقيه النقاط. اول حاجه تخش للدليل، اذا ما خشيت بالدليل انا من حقي ارجعك. دارت اجيب الدليل؟ داك حق داك له داري جاب، دارت جاب. لكن شوف اذا ما بديت بالنقطه دي انا ما بسمح لك ليه قدام، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمين على شروطهم، انا عندي حديث بمنعك به. تفضل. افتح لك. طيب. لا ما تتكلم، هدي لا صفحه 157. قال اولا لا معليش دقيقه بس دقيقه بفتح لك انا صفتك. لو داير انا بديك فرصه زي ما داير انت، لكن أنا اول حاجه يا طلبه انتوا دايرين اجابه ولا ما دايرين؟ بس انا اولا دار اتكلم لك عن الكتاب ذاته. لا الكتاب اولا اولا اقعد ما تضايق برد لك، ما تضايق يا زلمه، كلكم لا داري برد لكم، ما تضايق اصلا بما هلا، بس برد لكم. وشفت لو جبت ابن عثيمين ذات انا برد لكم، ما لكم متضايقين انتوا في شنو يا زول؟ اولا تبادل الكتاب ده، ها الكتاب ده انا اساسا ما مقتنع به، انا كصوفي الكتاب ده بنقضه تماما. اول نقطه البرعي منزه عن هذا الكلام. اولا تبادل ما كتاب البرعي، الكتاب ده لا اعترف به، لا اعترف به للبرعي، هذا الكتاب لا للبرعي ولا انت ما بتفهم عربي؟ قلت لك ليس للبرعي. الكتاب ما حق البرعي يا جماعه. باختصار انا احنا شوفوا الهرمجه والجوطه بنعرفها تمام. الكتاب اول انا بنقض لك الكتاب. انا ما سالت سؤالين، سالت سؤالين بكل اختصار، بكل اختصار انا برد لك. السؤال الاول رايك شنو في الكلام ده؟ الكلام ده حق ولا باطل؟ يا سيد الكتاب ما حق البرعي. الكتاب ده ادعوه، وهذا الكلام الذي يقال لا يصدقه اي عقل من باب اولى عقل التصوف، وانا كامامك وكمتصوف هذا كلام باطل لا يعترف به في سنه ولا في كتاب. ده كلام محرف، يعني امثالكم كثيره اللي بتحرف ما في مانع. الشيء الثاني انا ما قلت انت بكل الشيء الثاني الزله، انت عارف زاق من شنو قبل شوي؟ تعرفين الزله زاق من شنو يا زلمه؟ ما تحلفه يا زلمه، انت ما مخدوع بالكلام هذا؟ شنو ما زاق؟ انت ما عارف حاجه هذا. قال يومتا انه انصار السنه وما انصار السنه، والكلام اللي يتكلموا انصار السنه حسن الهواري مع حمد يا زلمه. حسن الهواري ما منك ولا شنو؟ طيب رئيس انصار السنه دي شنو يا زلمه؟ ما تقول نمتعش يا زلمه. موضوع انا بتكلم عن التصوف، ما تقعد تتزوق لي يا زلمه من اصلك، ما تتزوغ من اصلك. الاسئله جاوبت عنها، قلت الكتاب ده ليس للبرع، وهذا كلام نحن كالتصوف لا نصدق به ولا نؤمن به ولا نعمل به. خلاص كده جاوبت يا اخوي في برضه دقيقه، انا بديك فرصه، بديك لا بكره لا دار، بختصر. ما في مشكله، المنبر حقك، عارف انه حقك، لكن انت فتحت فرصه للرد على النقاط، فتحت فرصه للرد على النقاط. الشيء الثاني قال الموج وما الموج يا اخي، والله ده كلام احنا خليه العقل ولا عقل زول مسلم، والله اليهود ذات ما بعملوا بالكلام ده. الكلام ذاته يعني اي عقل ما بصدق بالكلام ده، وجايب لنا ناس اوباما وقال البرعي مات يوم عاشوراء اليوم الذي اهلك فيه عدو سبيل. طيب انا ما بنقول لك عماد الله مات في الحمام مال، ها ممكن اقول لك محمد عبد الله مات في الحمام؟ ها تقول لي البرعي مات يوم عاشوراء، يعني معناته دي اشاره على شنو يعني؟ الشيء الثاني قال انت جبهجيه، انت جبهجيه مالك؟ ها جبهجيته هسه لو قلنا لك امورك ما بتقدر تمرق، تقعد تتزوق الخروج على الحاكم وما الحاكم يا زلمه، ناس حاك منك. وانا كصوفي ها كصوفي اكون محايد للحزب الحاكم، ما في مانع، وكونه اسميهم بتسميه بتاعت لقب ما يجوز، لانه ده ناس الله ذاته قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، ده ناس اولياء امورك يا زول. ها الشيء الثاني انا بس في دار الطلاق عشان في جماعه شايفهم قاعدين وماسكين كاميرات، انت ماسك كاميرات على شنو؟ ده كلام بصوروا له كاميرا بده يسمعوا ناس؟ ها ده كلام بصوروا عشان يودوا الناس جابل. قال
انا بس مسجل في عهد الاشعري ثم الكرامه ليس في انصار السنه. قال يعني نحن اسي هو بقول ان احنا ما انصار سنه يا زلمه انت شنو؟ قال عنوان هذه مفاهيمنا. مفاهيمك دي شنو؟ مفاهيمك انت تثبت ما هو لك حق وتنكر ما ليس في فكرك او موجود في نصك انه ليس بحق. يعني دي مفاهيمك يعني الكلام شنو؟ في ناس طبعا جداد ما فاهمين الكلام ده. يا مع الزول بقول ان احنا مفاهيمنا يعني صدق ولا تصدق او اقنع ولا تقتنع. ده كلامه كده ده. يعني انكر الدكتور عبد الرحيم نور الدايب انكر كثير من الكلام هنا موجود حتى ولو كان على غير وجه حق. نعم نضرب بارض الحائط، لكن تارة الانسان او الذي يؤلف يكون له كلام سلبي وجاز يكون كلام ايجابي. الذي سلبي نضرب به ارض الحائط والايجابي ناخذ به ماله، لكن ما ممكن نطلع برا الدائره كده وما هو وما بتاع مفاهيمك شيء. يا اخي دقيقه بس انا بديك بس ما عندي حاجه انا لا ما اتكلم عن التسميه حقك. معلش خلي غيرك معلش اديني فرصه معلش بندي غيرك معلش. طيب اي معلش معلش انت غلبتنا والناس عرفوا الحاصل خلاص. ثاني في حاجه؟ طيب خلاص. طيب اما المساله بتاعت الانكار، انكار الوده انكاره، انا ما بعرف ليه الانكار بيكون في ركن في الاسلاميه وفرصه بتاعت نقاش واصول دين والناس يكونوا بعيدين، ما بكون الانكار في كتاب. طيب النازل كذبوا عليك دار الاسباط، اكتب هذيل التلفون، اكتب الكلام. ما في حاجه معلش 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 انت بتكورك لانك ما فاهم قوانين المصنفات. في حاجه يا اخواننا، في حاجه اسمها في محكمه بتاعت ملكيه فكريه. انا لو كذبت على زول خلي اخواننا يمرق، خليه يمرق. انا لو كذبت على زول من حقه يفتح فوقي بلاغ. الان الكتاب ده يباع في الدار السودانيه للكتب الارضي، تمشي معي؟ تمشي الدار السودانيه تمشي تفتح فيهم بلاغ؟ لكن بس لما الواحد يتعصر لا ده ما حقنا. انت بتنكر مالك؟ وقال انتوا انكرتوا، انت لا انكرت، لانه الشينه منكوره. فهمت؟ الشينه منكوره. واغنع ولا تقتنع دي العمل منه مش عمله. انا جيتك بالدليل ما اقتنعته وانت جايني بيدياتك ودار تقنعني. دي اغنع ولا تقتنع ذاتها ولا كيف؟ انا جيت بالكتاب حقه هذول دار الاسباط غرزوا البرعي ذاته. مقدمه المؤلف اولاد البرعي شغل تسجيل صوت اولاد البرعي. وين هو؟ شغله شغل. ده برضه مزور اولاد مين كده؟ شغل الشغلة. من الأرض أم لا ولا هاي الشغله دي صعبه والله. والله انا لو كنت في محل والله انكره. والله صعبه الشغله دي حاره شديد. اديك الكلام بتاع البرعي. الحمد لله المنعم على عباده المؤمنين وغيرهم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وخيرهم، وعلى اله واصحابه والتابعين ومن سار كسيرهم. اما بعد، فهذا ديوان اشتمل على قصائد ربانيه ونبويه وصوفيه ووعظيه وادبيه وتاريخيه، سميته رياض الجنه ونور الدجنه. اقتطفته من ثمرات افكاري السقيمه، واهديته لاخواني في الله أولي القلوب السليمة، عسى الله أن ينفعنا وإياهم به، وأذنت للمصلحين إذا رأوا خللا به أن يصلحوه. ونحن شغالين نصلح فوقه. طيب قال والله أسأل أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، فإنه نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتبه الفقير إليه تعالى عبد الرحيم الشيخ محمد وقيع الله الزريبة شرق كردفان. تجي تقول لي الكلام ده مدسوس؟ الكلام بتاع أمانة الذكر والذاكرين وزارة الإرشاد هو قبل قال بيطيع الحاكم مش؟ دي حاكم ولا ما حاكم؟ يا صوفي بقيت داعشي؟ خرجت عليهم؟ لما تزنك تبقى داعشي؟ ولما احنا ننجر نفضحك قدام الناس تقول ما يجوز الخروج على الحاكم؟ والله ما شاء الله. لكن والله عصر جد. الناس ما شاء الله بقت تسمع الكلام. والله كويس
الكتاب يتبرى منه عقبال محمد المنتصر. النادي الصوفيه ماشيه في تطور كويس، ماشيه في تطور. الزنق ده الزنق ينفعهم كما قال المثل اللي نجرته قبل شويه، فهمت؟ فده بينفعك، ده كله هوس بتاع صوفيه وغيره. اما مساله جبيل، المساله بتاعت انه مات يوم عاشوراء ما جبت انا، هو جاب في ترجمه البرعي. دائما الوردي بيوريك فوق مؤهلات المؤلف شنو، مش هو الوردي بيكتبوها له شنو، عشان يوريك انه انت لما تقرا الكتاب ده ما قريت كتاب ساي، ده كتاب عنده قيمه. قال لك من 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 مزايا المؤلف والكتاب انه انتقل الى الرفيق الاعلى يوم عاشوراء 1426 او كم كده ما بعرف. ليه جابه ليه؟ ما كان يقول 2005 ليه؟ عشان داري اوريك انه ده يوم عظيم وكده. وانا وريتك، وانا ما قلت لانه غير البرعي ماتوا ناس كتار، يمكن يكونوا في ذاته سلفيين ماتوا في اليوم ده، ما في مشكله. لكن لما يجي يكتب لي الكلام ده للناس ويجي يقولوا العوام يا سلام، ده يوم ربنا نجى الله في موسى، فهمت؟ وعشان كده انت قاعد تقول رضي الله عنه، عشان كده انا اضطريت اوريك انه ده ما دليل، ده ما دليل على انه البرعي انه زول كويس، فهمت؟ وبرضه ما دليل على انه كعب، لكن الدليل على انه كعب الكلام الجو اللي قاله ده. فما قدر يجاوب الصوفي الا انه ينكر. تفضل. السؤال الثاني شنو؟ قال محمد عبد الوهاب، جزاك الله خير. قال محمد ابن عبد الوهاب قال مات في الحمام. انا جبت له شنو يا اخواننا؟ كتاب وفيه تلفون. انت جيب لي كتاب فيه تلفون انه محمد عبد الوهاب مات في الحمام، تقدر تجيب؟ يا اخو زمن العسيمين الهسي بعد محمد عبد الوهاب باكثر من 300 سنه، ها؟ شاب العسيمين له زمن قريب، ها؟ ما كان في حمامات، نازل كان بيشيلوا الخلا ساكت، ما تكذب يا اخي الله يهديك، حمامات ما كان في. نفترض انه مات في الحمام، نفترض انه مات في الحمام، النبي صلى الله عليه وسلم قال والمهدوم او صاحب الهدم شهيد، فهمت؟ دي كلها خليها، نفترض انه ده دليل على سوء الخاتمه، رايك شنو في الكتب والكلام اللي قالوا؟ حق ولا باطل؟ نفترض انه بفهمك انت كفرت محمد عبد الوهاب، رايك شنو في الكتب الالفه دي؟ فهمت؟ ونقدك لها نقد علمي.